اللي واقع لشوش طوح غم اللي عامل تقيل اول ما قرب تبوسته جاب ورا هوا في مسافة الليل شوف ازاي هيعيش ما صدق وحيتنطط بقى ويزيد طبعا مش عارف يصدق كان اخره يسلم بالايد انا يا بخته بيا عادي بيمسك ايديا دعوة الأم ما ترشق زي في كده ما تلاقيش حظك بختك يا مرزق من ايديك اجدع عريس حظك انت يا حبيبي على العروسة دي كان طابور طيب انا وده اصل عيبي ما هنش عليا تعيش مكسور وساعات حد النهارده يا حبيبي